السلام عليكم متابعي المحترمين، أرحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين الناطقين باللغة العربية. في الدرس الماضي تعلمنا كيف ننطق المقطع الصوتي في اللغة الفرنسية المتكون من حرف من مجموعة كونسون وحرف من مجموعة فويل مع تغيير الترتيب بين هذه الحروف. في هذا الدرس سوف نحاول أن نقوم بمجموعة من التمارين لتثبيت ما تعلمناه لحد الآن. سوف نحاول قراءة كلمات تتكون من مقطع صوتي أو مقطعين صوتيين كحد أقصى. نشير إلى أن هذه الكلمات ليست في الحقيقة كلمات فرنسية ذات معنى، هي فقط تجميعات للمقاطع الصوتية حسب ما تعلمناه لحد الآن. سوف أعرض أمامكم الكلمة وأترك لكم بعض الوقت لمحاولة قراءتها قبل أن أقرأها بالشكل الصحيح. إذن عزيزي المتابع، حاول أن تتابع الكلمات المعروضة وحاول قراءتها قبل أن أعطي الجواب. لنبدأ مع هذه الكلمة. إذن كيف نقرأ هذه الكلمة؟ ننتبه إلى أن هذه الكلمة تتكون من أكثر من مقطع. فالمقطع الأول هو مي، والمقطع الثاني هو غا. إذن أقرأها مي غا، مي غا، مي غا. كلمة الموالية لوري، لوري، لوري. فيدو، فيدو، فيدو. أركو، أركو، أركو. بيتا، بيتا، بيتا. سرا، سرا، سرا. نيفا، نيفا، نيفا. أوردي، أوردي، أوردي. بوري، بوري، بوري. جالو، جالو، جالو. فيزو، فيزو، فيزو. أربا، أربا، أربا. با، با، بابا، بابا. أدال، أدال، أدال. ريلو، ريلو، ريلو. سالو، سالو، سالو. أفاد، أفاد، أفاد. أو
Rote. 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 Me du. Me du. Me du. Ira. 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 Aval. 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 Ri mob. Ri mob. Ri mob. Ta ri. Ta ri. Ta ri. Soda. 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 Fa fo. Fa fo. Fa fo. Ub rob. Ub rob. Ub rob. No live. No live. No live. Peulard. 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 Di rove. Di rove. Di rove. Zi dave. Zi dave. Zi dave. Do do. Do do. Do do. Pi po. Pi po. Pi po. Lo lo. Lo lo. Lo lo. Fi fi. Fi fi. Fi fi. Droite. 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 نلاحظ طبعا أن هذه الكلمة تتكون من مقطع واحد رغم أن هناك ثلاثة حروف من مجموعة كونسون مع حرف واحد من مجموعة فويل. بلوف. بلوف. نفس الملاحظة بالنسبة لهذه الكلمة، فهي تتكون من مقطع واحد. أبري. 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 أوكرال. 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 إفلو. 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 Pleut-tu. 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 Is-do. 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 Pli-fra. 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 Plifra. Strafu.
Strafu. Strafu. Strafu. Astro. 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 Ap rab. Aprab. Aprab. Relaf. 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 Prisi. 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 Ublap. 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 Fladral. 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 Nistrud. 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 إذن عزيزي المتابع، هكذا نكون قد رأينا مجموعة من الكلمات، حاولنا أن ننطقها بشكل صحيح حسب المقاطع التي تكونها. نشير مجددا إلى أن هذه الكلمات التي رأينا في هذا الدرس هي في الحقيقة ليست كلمات فرنسية ذات معنى، وإنما فقط تجميع من المقاطع حسب الحروف التي رأينا في الدروس. إذا أعجبكم هذا المقطع فنتمنى أن تشاركوه مع أصدقائكم الراغبين في تعلم اللغة الفرنسية من البداية. ختاما نشكر لكم طيب المتابعة ونتمنى لكم رحلة موفقة.